مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. اليوم الفيديو تبعنا بيحكي عن شرح تحديات الكاملين تبع سكين الايت بول اللي ظاهر أمامكم. التحديات هي عبارة عن 10 تحديات، اشرح لكم اياهم واحدة واحدة بالتفصيل مع فيديوهات تفصيلية تبعها، ويلا مع المقطع. أول تحديين اللي ظاهرين أمامكم هو إنك أنت تكون تير 60 معك السكين، والتاني إنك أنت تخلص المهمات كلياتها او 9 من الاصل 10 لحتى تاخذ السكن الجولد تبع الايت بول. اول تحدي معنا هو اصدقائي انه انت بدك تاخذ الميدالية البرونز تبع القتل. شلون يعني؟ يعني انك بدك تلعب اجيام مختلفة، وانت مجرد بهالاجيام هاي لازم تفنش او تقتل اعدائك. انت اول ما تقتل حدا من هدول الاعداء راح يعطوك ميدالية. الميداليات ظاهرة امامكم. اول ما تقتل شخص بيعطوك البرونز. انت بهاي بقى مو معروفة انه انت بدك تاخذ البرونز ولا اكتر من البرونز، بس هو مكتوب البرونز هيك، مكتوب بالانجليزي ترجمته. كل عليك انك انت تقتل شخص واحد وتاخد هاي الميدالية الظاهرة امامك بالصورة، وهيك انت بتكون خلصت اول تحدي. والتحدي الثاني معنا اصدقائي هو صعب شوي، اللي هو بدك ترن جرس البيت الموجود باي مكان، مثلا مثل بليزنت او ريتال او سيلتي، بس لازم يكون في شخص موجود داخل البيت وهو من اعدائك. هذا التحدي تكرر معنا بالشابتر 1 كذا مرة، انا بتذكر انه تكرر معي. كل اللي عليك مثل هذا الفيديو التوضيحي اللي انا عرض لكم اياه، انك تنزل مثلا بهي المنطقة وترن الجرس، بس بالشرط يكون في عدو بالداخل او شخص ضدك بالداخل. هو هذا هو التحدي، يعني شوي سئيل وشوي صعب. بدك تعمله 3 مرات باجيال مختلفة بهي الطريقة نفسها، وهيك انت بتكون خلصت التحدي الثاني. والتحدي الثالث اصدقائي هو بدك ترقص باماكن مختلفة بالماب. اماكن مختلفة بالماب اللي هي على الشواطئ تقريبا موجودة كلياتها. رح اورجيكم هلا فيديو توضيحي بوضح لكم الاماكن مع تخلص المهمة كاملة. والتحدي الرابع اصدقائي هو التحدي انه انت بدك تزور اماكن او تسبح عند اماكن اللي هي ممنوع السباحة فيها، عليها لافتة ممنوع السباحة فيها مثل اللي ظاهرة امامكم. كل عليك انك انت تروح المكانين، تنزل بهالمنطقة تسبح، ولو بس تنزل بالمي قريب على هاي اللافتة، وهيك انت بتكون خلصت التحدي. ورح اترككم مع فيديو توضيحي باماكن اللافتات او وين تسبح.
والتحدي الخامس هو أصدقائي هو إنه بدك تعمل دمج 75 لواحد من أعدائك بسلاح الهاربون جان. هذا السلاح الهاربون جان ظهر أمامكم، كل اللي عليك إنك أنت تضرب فيه شخص واحد هو الدمج تبعه 75، مجرد ما أنت تدمجه ولو لمرة واحدة هيك أنت بتكون خلصت المهمة وماتش واحد وسهل وبسيط. والتحدي اللي بعده أصدقائي اللي هو إنك أنت بدك تاخد هيل أو شيلد داخل البوش. كيف يعني؟ يعني إنك أنت تاخد يا أما شيلد ميني أو بيج، يا اما تاخذ هيل اللي هي الميد كيت او الباندج، تاخذها وتروح جوات البوش تاخذ تشربها تستعملها، هيك انت بتكون خلصت المهمه. ورح اورجيكم فيديو توضيحي كيف بتخلص المهمه بسهوله. والتحدي اللي بعده اصدقائي انه هو انت بدك تدور على القزم. هذا القزم تكرر معنا كتير بالشابتر 1 انك تدور انت على القزم باماكن مختلفة. هلا رح اورجيكم مكان القزم وين بالتحديد تنزل تاخده، وهيك انت بتكون خلصت المهمة. والتحدي اللي بعده اللي هو بدك تقفز 3 مرات على المظلة. بهذا التحدي بدك تنزل عند سويتي اللي هي عند الشاطئ، في قريب الفندق هون في مثل مظلات، انت كل عليك تنزل عليها المظلة وتنط، هيك انت بتكون خلصت واحدة من الثلاثة. لازم تعمل هذا التحدي 3 مرات بأيام مختلفة، وانا هلا رح اورجيكم فيديو توضيحي كيف بتساوي المهمة وكيف بتخلصوها. والتحدي اللي بعده هو بدك تزور معسكرات. المعسكرات هي عبارة عن 3 أماكن موجودين عند الجبل. معسكرات هي اللي هي خيام وفي سيارات، هيك شكله هو المكان، بس هو مو معروف هل هو بدك تزور 3 أماكن ولا المكان واحد، لأنه بالتحديات مكتوب مكان واحد، وبالفيديو اللي بدي أعرض لكم إياه 3 أماكن سواها ورا بعض، فهل هو تقدر أنت تخلص واحد ولا 3؟ إن كتير اللي عليك أنت تنزل عند أول مكان، وأول ما تعمل أول مكان شوفها إذا خلصت المهمة معك. هي لازم ماتشات مختلفة، تطلع على اللوبي تشوف إذا خلصت المهمة خلصت، ما خلصت بتكمل على المكان الثاني والمكان الثالث اللي أنا عارض لكم إياهم هلأ بالفيديو.
والتحدي الأخير معنا هو بدك ترقص 100 متر وتمشي. كيف يعني؟ إنك أنت يكون معك رقصة تمشي فيها، مثل هي الرقصة لو حرجيكم يا هلا عندي باللوكر، أو هي مجرد ما أنت بس تستعمل هي وتمشي فيها لقدام 100 متر، هيك أنت بتكون خلصت المهمة. هي مهمة سهلة بس بدها وقت، لأنه 100 متر مسافة بعيدة مو قليلة. وهيك بنكون خلصنا الفيديو تبعنا اليوم. يا ريت إذا عجبك الفيديو واستفدت منه وكنت أول مرة تشاهده، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس لتشوف كل شي فيديوهات جديدة منزلة إن شاء الله، جيم بلاي، فورتنايت، شروحات، كل شي. وإذا كنت أنت مشترك على القناة بحب إلك الله يساعدك على الدعم اللي دعمتني آخر فترة، ولا تنسى من زر اللايك وانشروه بين أصدقائكم. وشكرا على المشاهدة وبرعاية الله.